محطتنا الأولى فراح رح تكون المحطة الطبية. رح نحكي اليوم عن سيدات الحوامل اللي عم يتعرضوا لارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل ويطلق عليه ارتفاع ضغط الدم الحملي. لنعرف عن هالموضوع تفاصيل أكثر أكيد مع الدكتور حسن إبراهيم، أخصائي الأمراض الداخلية وأمراض القلب. بيسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل بلدنا. اهلا وسهلا. يسعد صباحك مره ثانيه دكتور، واليوم عم نحكي وخصصنا يمكن الفقره عن المراه الحامل. شو بنقصد بارتفاع الضغط الحملي دكتور؟ ارتفاع الضغط الحملي هو ارتفاع الضغط الشرياني عند السيدات الحوامل، وخاصه بعد مرور 20 اسبوع من بدايه الحمل. فلما تكون أرقام الضغط أكثر من الحد الطبيعي هذا اسمه ارتفاع توتر شرياني حملي، وهذا ممكن يصيب الحوامل تحديدا. هلأ هو ارتفاع الضغط ممكن نحن نقسمه لثلاث أقسام. ارتفاع الضغط يلي بيصيب السيدات قبل ما يكون في حمل أو قبل الحمل، هذا اسمه ارتفاع توتر شرياني مزمن. فهلأ لما يجي الحمل طبعا ممكن يتفاقم ارتفاع الضغط ويصير ضغطه او يصير ضبطه اصعب شوي. هلا في سيدات ما عندهم ضغط وهن سيدات طبيعيات من امورهم طبيعيه، لكن اثناء الحمل ممكن يبلش يرتفع عندهم الضغط، وخاصه بعد مرور 4 شهور من بدايه الحمل، فهذا صار ارتفاع توتر شرياني حملي. والقسم الثالث يلي هو ارتفاع الضغط والانسمام الحملي، لأنه الضغط يحمل خطورة كبيرة على حياة الحامل، ممكن يساوي لنا عندها ارتجاج وتغير معي واختلاجات في نهاية الحمل، وممكن يكون خطر حتى على حياة الحامل. فهذا صار عنده صار اسمه انسمام حملي تقريبا. تمام. طب في أعراض معينة لارتفاع الضغط الحملي ممكن المرأة تكتشف أنه مع هذا الشيء؟ بشكل عام ارتفاع الضغط هو مرض خلسي، مرض بدون أعراض، ممكن ما يشكو منه المريضات أحيانا، لكن وقت يكون الضغط طبيعي وبلش يرتفع بشكل مفاجئ رح يصير عند السيدات أعراض هيك واضحة. بنشوف عندهم صداع، وخاصة الصداع القفوي، الصداع الصباحي، بصير عندهم نوع من تغبش الرؤية أو شواش الرؤية أو النظر، بصير عندهم كثرة تبويل، بصير عندهم هي الأعراض طبعا خاصة بالسيدات الحوامل، بصير عندهم أحيانا انتفاخ بالوجه واليدين والرجلين، وهذا الانتفاخ غالبا ما يترافق بسبب تأثير الضغط على السيدة الحامل. فالسيدة الحامل بهالحالة بتصير تطرح البروتينات عن طريق البول، بيصير في عنا بيلة بروتينية، وحسب درجة البيلة البروتينية بنلاقي السيدات بيتنفخوا ويتورموا. فهي معظم الأعراض اللي نحن بنشوفها. طبعا لما يصير ارتفاع التوتر الضغط شديد وغير مضبوط، وصار وقتها بيصير ممكن تفوت السيدة بمرحلة انسمام حملي، بيصير عندها عدم توازن، بيصير عندها زلة جهدية وتعب شديد، ممكن تفوت بوذمة ري أو ضيق تنفس شديد، وممكن نشوف عندها أحيانا غياب وعي، ويصير بالأخير عندنا اختلاجات وأعراض انسمام حملي صريحة. نعم. دائما السؤال دكتور انه شو هي الاسباب او حتى عوامل الخطوره لحدوث ارتفاع ضغط الدم اثناء فتره الحمل بالتحديد؟ هلا بشكل عام اسباب ارتفاع التوتر الشرياني مجهوله. نحن ما بنعرف شو سبب ارتفاع الضغط، وهو اسمه ارتفاع الضغط الاساسي او ارتفاع الضغط مجهول السبب، ما بنعرف سببه، لكن لا شك انه هو في عوامل معينه تساعد على ارتفاع الضغط. خلينا نشوف شو سبب ارتفاع الضغط قبل الحمل. يعني معظم الأسباب ممكن نشوفها في أسباب قليلة جدا ولا تشكل أكثر من 5% من الأسباب، وما تبقى كله مجهول السبب. شو هن هدول الأسباب؟ في سيدات كثير يصير عندهم تضيق في الشريان الكلوي، الشريان اللي بيطلع من الأبر وبيروي الكلى، لما يصير في تضيق هذا بيسبب ارتفاع ضغط عند السيدات، وهو مرض يعني يشاهد عند السيدات أكثر. في عنا أمراض ممكن تصيب لب الكظر، مثل في مرض مشهور كثير ومعروف كثير اسمه الفيوكروموسايتوما. في مرض أمراض ثانية ممكن تصيب قشر الكظر على سبيل المثال. فهن هدول يعني معظم الأسباب، الأمراض اللي بتصيب الكلية مثل القصور الكلوي المزمن أو اعتلالات الكبد والكلية واعتلالات الكلية.
لكن شو هي العوامل يلي تؤهب لارتفاع الضغط؟ لا شك انه في عوامل كثيره، من بينها العوامل على سبيل المثال الوراثه، بيكون في ضغط عند في قصه عائليه. من بينها العوامل البدانه وزياده الوزن، من بينها العوامل الداء السكري. هلا السيدات الحوامل بالذات من عوامل الخطوره يلي تؤهب لارتفاع الضغط وجود ارتفاع الضغط في الحمل السابق. بعدين العمر احيانا بيلعب دور، احيانا الجنسية أحيانا تلعب دور، مثلا عند الأمريكان لهم دور أو الناس من عروق معينة، العرق أحيانا بيلعب دور. العمر وين مثلا ممكن نشوفه عند السيدات اللي أقل من 20 سنة أكثر، يلي فوق 40 ممكن نشوفه أكثر، بنشوف ارتفاع الضغط أكثر. فإذا في قصة عائلية أو في مثلا ارتفاع توتر شرياني سابق في حمل سابق، هدول عندهم يعني تأهب أكثر لعودة ارتفاع الضغط الشرياني. ولذلك السيدات اللي بيحملوا بيصير عندهم ارتفاع ضغط، نحن غالبا بالحمول القادمة لازم ندير بالنا عليهم أكثر، وممكن حتى ننصحهم أنه ما يحملوا إذا كان صار عندنا انسمام حملي بالحمل السابق وصار عندنا ارتفاع ضغط شرياني شديد وغير مضبوط. نعم. فهدول يعني ننصح بعدم الحمل دكتور المرة الثانية؟ نعم، ننصح بعدم الحمل المرة الثانية. ينصح أحيانا بعدم الحمل إذا كان الحمل إذا كان في ارتفاع توتر شرياني شديد والحمل يحمل والضغط يحمل خطورة كبيرة على صحة الجنين وصحة الحامل، شيء أكيد نحن بيهمنا صحة الحامل. نعم. دائما بدنا الحمل يكون. هلأ في شيء أنا نسيت أقوله، هو الأدوية. السيدات على سبيل المثال اللي بيعملوا طفل أنبوب، السيدات اللي بيتناولوا أدوية هرمونية أكثر، هدول عندهم استعداد أكثر لارتفاع الضغط. أكيد أكيد. نعم. هلأ في أدوية تانية كمان ممكن تأهب لارتفاع الضغط، مثل مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية، أو في أدوية معينة، هدول لا شك أنه هن عندهم تأهب أكثر من غيرهم لارتفاع الضغط. نعم دكتور، دائما لما نسمع كلمة ضغط ارتفاع أو انخفاض دغري منروح كمان منربطها مع النظام الغذائي ايضا، اللي ممكن بيقولوا لك شيء بيرفع الضغط وشيء بينزل الضغط، هل هي حقيقه له علاقه النظام الغذائي بهذه القصه؟ وبنفس الوقت اذا كان في حمل مع ارتفاع ضغط حملي، شو الممنوع شو المسموح للمراه بهي الحاله؟ في البدايه انا بحب اكد على شغله مهمه كثير، الحوامل بالذات نحن عندنا مرضين هدول لازم نضبطهم بشكل جيد جدا، لانه هدول فعلا هن سيئين بالحمل، يلي هن الداء السكري وارتفاع الضغط. فنحن السيدات اللي عندهم على سبيل المثال داء سكري، نحن دائما لازم نعالجهم بالانسولين، وحتى لو كانت ارقام السكر يعني تتجاوز ال 100 ملي جرام بقليل. يعني الناس العاديين مثلا لو كان السكر عندهم عالي شوي ما بنسال، اما مثلا السيده لو كان سكرها 105 110 120 هدول لازم نضبطهم بشكل جيد ونعطيهم انسولين ونضل نراقب السكر طيله فتره الحمل. كمان الحامل لازم نحن ننتبه للضغط بشكل جيد ونضبطه بشكل جيد، سواء بتغيير نمط الحياة يلي هي الرياضة والمشي والحركات والتمارين الخفيفة. طبعا التمارين الخفيفة، التمارين العنيفة نحن ما قلنا فيها أبدا، في تمارين معينة بتساعد الحامل وبتحميها من ارتفاع الضغط الشرياني. وإضافة للتمارين والرياضة هو النمط الغذائي، في أغذية معينة بتساعد على رفع الضغط. نحن أهم شيء بيرفع الضغط بالنسبة للسيد الحامل هو الملح، ولذلك يجب تحديد كمية الملح أثناء الطعام بشكل جيد. من بين الأغذية الغير مرغوبة وتساعد على ارتفاع الضغط على سبيل المثال المقرمشات والأدوية، عفوا والأغذية الصناعية والأغذية اللي فيها ملونات والأغذية الجاهزة والأغذية اللي تحتوي على زيوت ودهون مهدرجة، من بين هالشغلات على سبيل المثال الأدوية أو عفوا المشروبات الحاوية على المنبهات مثل الشاي الكتير والقهوة الكتير، من بينهم البوظة والشوكولاتة والقيمة والمشروبات الغازية، المشروبات الغازية واحدة منهم، ومن بينهم هدول الثلاثة بواحد والأربعة بواحد، كل المحليات الصناعية. فكل هالمشروبات الصناعية الغير طبيعية تؤهب لارتفاع الضغط وتزيد ارتفاع الضغط، ولذلك كل الأدوية الأطعمة الصناعية والمشروبات الغازية والمشروبات الصناعية يفضل تجنبها للسيدات الحوامل. وإذا توحمت عليهم شو هلا هي لما تاخذ منهم بشكل معتدل ما في مشكله. طبعا. يعني هلا السيده لما تشرب لها فنجان قهوه فنجانين قهوه نحن ما عندنا مشكله. نعم. اما في سيدات مثلا بيشربوا كل يوم دوله قهوه، هي شغله سيئه جدا. او نسكافيه او المشروبات هدول يلي انا عم احكي عنهم،
فهدول اكيد يعني الامتناع عنهم يفضل طبعا. اما المشروبات العاديه ما في اي مشكله، يعني واحده بدها تشرب على سبيل المثال عصائر طبيعيه برتقال او ليمون، هي شغله رائعه جدا وهي مفيده جدا. اما كل المشروبات والاطعمه والاغذيه الصناعيه يفضل تجنبها لدى السيدات الحوامل. نعم تمام. دكتور، مرحله الخطوره اللي ممكن تدخل فيها السيده والمضاعفات، خلينا نقول لوين ممكن توصل السيده بارتفاع ضغط الحمله؟ في الواقع الارتفاع التوتر الشرياني لدى السيدات الحوامل لما يكون ارتفاع الضغط عالي وتتجاوز أرقام الضغط، أول شيء يعني خلينا نقول الرقم الطبيعي اللي نحن لازم نقبله وممكن نغض النظر عن المعالجة هو الرقم 140 على 90 مليمتر زئبق. طبعا الضغط الطبيعي هو 120 على 80 ميلي. هلأ من 120 لل 140 ممكن نحن نغض النظر ونتغاضى ونمشي حسب التوصيات وتغيير نمط الحياة. أما لما تتجاوز أرقام الضغط 140 مليمتر زئبق على 90 مليمتر زئبق، هدول المرضى لازم يتعالجوا معالجة دوائية، وممكن نحن نحكي على العلاج الدوائي هلأ بعد شوي. لكن لما تكون أرقام الضغط على سبيل المثال مرتفعة جدا فوق 170-180 مليمتر زئبق، هون بيصير في خطر حتى على حياة الحامل وحتى على جنينها. والمشكلة أن الضغط يؤثر على كل الأعضاء النبيلة في الجسم. صحيح. يؤثر على الدماغ، يؤثر على العين، يؤثر على الشبكة، يساوي اعتلال شبكية بارتفاع الضغط، حتى يؤدي إلى تغير معي، وبيأثر على الكلية، ممكن يفوتنا بقصور كلوي مزمن، وممكن تتفاقم الأمور لأمور أسوأ وتفوت المريضة بانسمام حملي. من الأعضاء اللي ممكن تكون هي هدف لارتفاع الضغط عند السيدات الحوامل الكبد، ولذلك نحن كل السيدات الحوامل اللي عندهم ارتفاع توتر شرياني شديد لازم يتساوى لهم تحاليل بشكل دوري، مثلا تحليل بول وراسب وتحري البروتين بالبول بشكل جيد، وظائف الكبد وظائف الكلية لازم نساويهم، التعداد العام والصفيحات. لما تكون الحالة شديدة ويصير عندنا انسمام حملي، الانسمام الحملي قولا واحدا هو خطر جدا على حياة السيدة الحامل وقد يودي بحياتها وحياة جنينها. ولذلك هدول لازم المرضى اللي عندهم ارتفاع توتر شرياني شديد يجب أن يقبلوا في المشفى ويراقب الضغط بشكل جيد ويعطوا الأدوية الخافضة للضغط عن طريق الوريد، وإذا فاتوا بحالات اختلاج ممكن يعطوا سلفات المغنيزيوم. هل أهم شيء هي الأعضاء الهدف، يعني أنه ما يصير عندنا تخرب بالكبد، ما يصير عندنا تخرب بالكلية، ما يصير عندنا تغيم وعي وفقد وعي، وما يصير عندنا يعني قصور قلب. وكثير مرضى بيفوتوا بقصور قلب وبيصير عندهم وذمة رئة وراء ارتفاع من خلال ارتفاع التوتر الشريان الشديد. إذا ارتفاع الضغط عند الحوامل إذا كان ارتفاع ضغط شديد وغير مضبوط بشكل جيد يحمل خطورة كبيرة على السيدات الحوامل، ولذلك نحن السيدات الحوامل نعنيهم يعني بدنا نعطيهم عناية مكثفة وشديدة أثناء فترة الحمل، نراقب ضغطهم بشكل دوري ومستمر، ودائما يلتزموا بعلاجاتهم الدوائية لحتى ما يرتفع الضغط. ولما نحس إن هنن في خطر وممكن يتعرضوا لانسمام حملي، نحن لازم نقبلهم بمشفى ونراقبهم بشكل جدي. كيف فيها تعرف السيدة أنه ممكن يكون معها انسمام حملي دكتور؟ وهل قد مثل ما قلت إذا خطورة، هل ممكن إذا صار بعيد الشر أنه صار في انسمام حملي عند المرأة الحامل يتم إنقاذ الجنين أو إنقاذها، يعني أنه لهي الدرجة هي خطيرة للقصة؟ هلا انا حكيت من شوي انه ارتفاع الضغط عاده لا عرضي، لما تيجي السيده الحامل ببلش عندها ارتفاع الضغط مجرد ما تجي فجاه يعني مجرد ما بلش ارتفاع الضغط يتجاوز ال 140 على 90 ملم زئبق، نحن لازم هون نبلش ندخل الادويه، وفي ادويه طبعا يجب استبعادها تماما خلال الحمل، وفي ادويه سليمه جدا ممكن نحن نعطيها خلال الحمل بامان، مثل الالفا ميتيل دوبا، مثل الهيدرالازين، مثل حاصيرات بيتا، واعني بالتحديد اللابيتولول اللي هو دواء بكثير بيفيدنا خاصه بارتفاع الضغط الشديد. السيد الحامل متى ما بلش يطلع الضغط لارقام عاليه هي ما عاد هي مرتاحة، بتحس بصداع، بتحس بتغبش بالرؤية، ممكن تتنفخ، بتلاقي إذا في عندها خواتم الخواتم ما عاد يفوتوا بإيديها، بتشوف أجفانها متنفخين، بتشوف وشها متنفخ. مجرد ما حست بتبلش الأعراض لازم رأساً تراجع طبيبها وتنتبه للضغط. هلأ لما تبلش الأعراض الشديدة يلي حكيناها قبل شوي، هي السيدة يجب العناية فيها عناية فائقة، وفي حال كان ارتفاع الضغط أكثر من 170-180
ثاني متر زئبق، وخاصة الضغط الانقباضي لأنه هو اللي يحمل خطورة أعلى. فهدول السيدات يجب أن يقبلوا بالمشفى ويراقبوا، ويراقب وعيهم، ويراقب تأثيرات الضغط على الأعضاء الهدف يلي هي على سبيل المثال الدماغ والكبد والعين. يعني نسوي لها مثلا وظائف الكبد، مجرد ما حسينا أنه في أذية كبدية أو المريضة بلشت تغيب عن الوعي أو بلشت تختلج رأسا نعالجها معالجة إسعافية. إذن بنبلش لما تبلش الأعراض الخفيفة هون نحن لازم نبلش نهتم بالمريضة، ولما نحس أنه هي بدها تتعرض لانسمام حملي رأسا نقبلها بالمشفى. نعم. دائما دكتور نسأل طرق الوقاية قبل ما ندخل بالمحظور، هل هناك طرق وقاية أو لا؟ ممكن هذا الموضوع يصير فجأة من دون يمكن أي توقع إن كان للطبيب أو حتى للسيدة الحامل؟ عادة ممكن يصير ارتفاع الضغط بدون أي يعني سوابق، لكن لا شك الناس اللي عندهم سوابق هن عندهم عرضة أكثر من غيرهم لارتفاع التوتر الشرياني. طب أنا شو الحل يعني أنه أقدر أحمي هالمرضى هدول من ارتفاع الضغط؟ بصراحة ما في طريقة، ما في طريقة. الطريقة الوحيدة أنه أنا أسلك سلوك الحياة النموذج الطبيعي. السيدات على سبيل المثال يلي عندهم بدانة المفروض هن يسعوا دائماً يسعوا للمحافظة على وزن مثالي. يعني يتجنبوا أكل الدهون والدسم والحلويات والأطعمة الغنية بالزيوت والدهون المهدرجة، يحاولوا يركزوا أكثر في أغذيتهم على الخضار والحبوب والسلطات والأطعمة المنزلية اللي هي دائما هي أغذية صحية. الناس اللي عندهم على سبيل المثال وراثة عائلية لازم هدول أنا أهتم فيهم قدر المستطاع وراقبهم بشكل جدي. السيدات اللي عم يدخنوا التدخين هو واحد من أهم وأسوأ الأسباب يلي ممكن تأهب لارتفاع الضغط، والتدخين يحمل خطر على الأم وعلى جنينها كمان. على سبيل المثال السيدات يلي عندهم داء سكري هدول مو ممنوعين من الحمل، لكن أنا لازم أضبط سكرهم إلى حد كبير، لأنه السكري بحد ذاته هو واحد من الأسباب يلي ممكن يأهب لي لارتفاع التوتر الشرياني. فشو في أسباب لارتفاع الضغط موجودة أنا بدي أحاول اللي ممكن ألغي بلغي، اللي ما ممكن ألغي اللي مثلا على سبيل المثال السكري ما بقدر ألغي أنا، لكن أنا بقدر أضبطه. الوزن يعني في سيدات عندهم استعداد للتأهب لاختزان الدهون والدسم، هدول إذا بيشربوا شاي وقهوة بتلاقيهم عم ينفشوا ويسمنوا شوي شوي، بس أنا شو بقدر ساعدهم أنه يضبطوا وزنهم هذا يكون أفضل. فالأسباب القابلة للتعديل بحاول أشتغل عليها، الغير قابلة للتعديل بحاول أضبطها إلى أكبر حد ممكن. إضافة لهالشيء أنا بدي أحكي عن الرياضة. شوفي الرياضة يعني تساعد على عدم ارتفاع الضغط الشرياني. الرياضة كتير مفيدة سواء للسيدة الحامل أو غير الحامل، ولذلك الرياضة شغلة رائعة جدا. لكن لما يصير عندي ارتفاع توتر شرياني ويصير عندي بداية انسمام حملي ويصير الضغط غير مضبوط، هون الراحة مهمة كتير. فأنا الرياضة بستعملها للوقاية من ارتفاع الضغط، لكن لما يصير ارتفاع الضغط صارت الراحة شغلة ضرورية جدا للسيدة الحامل. نعم دكتور، كتير معلومات أعطيتنا إياها، إن شاء الله هيك الكل يكون استفاد منها. ودائما بنقول احذروا الأبيضين، يعني الملح والسكر كتير هن سببين رئيسيين بكتير من الأمراض. نتمنى الصحة والسلامة لكل امرأة حامل. شكرا لك دكتور. شكرا كتير لكم، وأنا بتمنى لكل سيداتنا هيك حمول سليمة وأجن يعني صحيحين معافين، وإن شاء الله هيك أنا أكون يعني أديت فكرة هيك تكون واصلة للمشاهدين بشكل واضح. شكرا كثير لكم. مشكور كل الشكر لك دكتور وعلى كل المعلومات اللي قدمت لي إياها.